نظم المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة تنظيم سوق العمل ورشة تدريبية حول إدارة شؤون الضحايا في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتهدف الورشة إلى تعزيز الدعم للضحايا وتقديم الرعاية الشاملة التي تشمل الجوانب النفسية الطبية الاجتماعية والقانونية. وتضمنت الورشة مواضيع عدة، من أهمها التركيز على فهم الضحايا من ناحية المؤشرات والحواجز الثقافية والأعراض والتأثير النفسي والصدمات التي يتعرضون لها. هذا وتسعى هيئة تنظيم سوق العمل من خلال هذه المبادرات إلى رفع مستوى الكفاءات والمهارات للعاملين في مختلف القطاعات للتعرف ومساعدة الضحايا والحالات المشتبه بها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير الأمن والاستقرار للضحايا، مواكبة لقيم وأخلاقيات مملكة البحرين الداعمة للعدالة والإنصاف. سعداء اليوم باستضافة الوكالة الوطنية للجريمة واللي راح يقدموا لنا ورشة عمل حول كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص. طبعا هذه الورشة تأتي ضمن عدة ورش تدريبية يعمل عليها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تهدف إلى تأهيل وإعداد المتلقين الأول والمتعاملين مع ضحايا الاتجار على كيفية التعامل معهم. تتلخص أهمية هذه الورشة في تعريف القطاعات المحتمل تعاملها مع ضحايا الاتجار بالأشخاص في توفير الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والقانوني لأن يتمكنوا من الضحايا من نيل حقوقهم وتعافيهم واندماجهم في المجتمع من جديد، وتخفيف عليهم من آثار هذه الصدمة اللي يتعرضون لها من خلال التلاعب واستغلالهم. شبكتنا الدولية هي جزء من وكالة مكافحة الجرائم الوطنية، وتهدف الورشة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة، كما يشرفنا حضور عضوان من الشهود من فريقنا للقدوم هنا إلى مملكة البحرين لتبادل المعرفة والتحدث حول تجارة الأشخاص، وهي جريمة عالمية تعاني منها الكثير من الدول.